أفادت مصادر ميدانية لمراسل التلفزيون العربي في اليمن بسقوط 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وعناصر من جماعة الحوثي على جبهات متعددة من المديريات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب شرق اليمن. وواصلت جماعة الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق التماس في صرواح ومديرية مراد، بينما تحدثت مصادر عسكرية حكومية عن استعادة جبل قريضة مجددا جنوب المحافظة النفطية. هذا وتتواصل المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، والتي يحاول الحوثيون إكمال سيطرتهم عليها بعد أن سيطروا على معظم مناطق ومديريات المحافظة. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسلنا خليل القاهري. خليل، إذن المواجهات الميدانية متواصلة وسقوط عشرات القتلى والجرحى، ضعنا أكثر لو سمحت في إطار هذه المواجهات. نعم نضال، يبدو أن جبهة مأرب عادت إلى الواجهة مرة أخرى، وإن لم تهدى هذه الجبهة بالأصل، يعني كلما هدأت لأيام تعود لتشتعل مرة أخرى بشكل أكبر. خلال الساعات الماضية عادت المواجهات بين الطرفين، مواجهات عنيفة وفقا للمصادر الميدانية. يحاول الحوثيون التقدم محرز تقدم إضافي في السيطرة على مزيد من المناطق والمديريات التابعة لمحافظة مأرب، خاصة من الاتجاهين الجنوبي والغربي في مناطق هيلان والمخدرة وبعض أجزاء من مديرية صرواح. عشرات القتلى والجرحى سقطوا من الطرفين خلال احتدام المواجهات بينهما، وأيضا اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب كانت قد عقدت اجتماعا طارئا لها برئاسة محافظ المحافظة وفقا للمصادر الإعلامية في المحافظة. خلال هذا الاجتماع قالت بأنها في بيان صادر عنها سترد بحجم على هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، واتهمتهم بأنهم يقفون وراء الهجمات الصاروخية على المحافظة خلال الأيام الماضية. وبالمقابل أيضا في محافظة الجوف والمجاورة الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة العربية السعودية تجددت المواجهات بين الطرفين. تحاول القوات الموالية للرئيس هادي إحراز تقدم في عدد من المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، ولكن أيضا ما تزال مديرية خب والشعف تشهد مواجهات شرسة بين الجانبين، ويسقط قتلى وجرحى خلال المواجهات في هذه المديرية، خاصة وأن المديرية واقعة إلى أقصى الشرق من محافظة الجوف على الحدود مع السعودية، وبالتالي يحاول الحوثيون إحراز تقدم إضافي بالسيطرة على كامل هذه المديرية بعد أن أحكموا سيطرتهم على نطاق واسع من محافظة الجوف خلال الفترة الماضية. شكرا لك خليل القاهري مراسلنا من صنعاء.